ازيكم، رجعنا لكم فيديو جديد، ودلوقتي هنلعب 8 بول بول. بصوا بقى، دي دي جولدن شوت يا جماعة. لا، لاكي شوت. حاول اشوطها بس. معلش، انا اصلا في اغلب الاوقات اللاكي شوت مش بعرف اعملها اوي. نشيل والتر ده بقى من الفريندز ليست. مع السلامة يا والتر. ما نلعب جيم بقى، عشان ده النهائي بتاع اللندن رينج. يا ترى مين هيكسب؟ انا ضد سانجاي. تمام، ومنين ده بقى؟ وهندي كمان. تدخل واحدة سترايبت وواحدة سوليت، وكمان واحدة سترايبت. نفسي اعرف بقى الحساب هيبقى ايه. انا سوليد ولا هو، ولا انا سترايبت ولا هو؟ مش عارف، مش عارف اصلا. انا ممكن اختار اني كورة بعد ما يجي دوري، عشان لو الحساب ما دخلش. اوه يا لهوي، تخيل. ماشي، انا سوليد. يعني لو السودة اتزقت شوية كان ممكن يحصل ايه؟ كان هو كان ممكن يخسر اصلا، وانا اصلا كنت عاوز اغلبه بالطريقة دي اصلا عشان النهائي ده. يا بنيل، ده دخلها ازاي دي؟ فاضل له بقى السودة. كسب كسبت كسبت وهكسب اللندن رينج الحداشر. اخيرا كسبت لندن رينج اخيرا. انا نفسي بقى العب في سيدني شويه عشان اكسب واحده بتاعت سيدني تانية. منين تغيب ده؟ نيجيري. تمام، يس. ادي واحدة. يا رب بقى ادخل دي. يس، سترايك سترايك سترايك. يا رب بقى اغلبه. ايوه، الهدف العالمي التاني، الهدف العالمي. اوه لا، ده انا كده لازم ازق الكرة السوداء شوية، لازم ازقها. اقول لكم لا.
ايه اللي دخل ده؟ طيب 3-1 ليا ضد النيجيري تهيب يا ولد. ده دخلت ازاي دي مع انه اصلا ما كانش موجه، وانا لو كنت مكانه ما كنتش عملتها اصلا، ما كانتش تخش اصلا. ننصحه يعمل دي اصلا. ايوه بس طب تشوط جامد ليه؟ بص بقى ننصحك بقى تجيب دي بقى، ولو دي انت جبتها هلعبك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ دخل لي واحدة سترايبت. غلبني ازاي؟ ها ما دخلتش. فشت ب او كرتت او فشت ب او كرتت فلاش او او فشت ب او او كرتت او فشت ب 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 او فشت ب او كرتت او فشت ب او كرتت. هاي مش عارف يدخلها عشان يتزنق اصلا. تخلص بقى يا تهيب انت. ليه كده بس؟ مش راضية تيجي ليه؟ ما انا منقش انصحه وبشوف بالراحة ومش بتيجي ليه؟ يا رب اكسب، يا رب 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 يا رب اكسب، يا رب. انا عايز اكسب، انا عايز اكسب، يا رب اكسب، يا رب 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 يا رب يضيع وقت عشان اكسب، يا رب يا رب يضيع وقت عشان اكسب، يا رب. ايوه قول بقى، شطلو جامد شويه. ايه ده؟ شطلو بالراحه ازاي؟ عادي عادي، ما انا كده كده اصلا.
يوه بقى حرام كده، انا عايز اكسب. احسن احسن، دي ما دخلهاش. يا رب بقى ادخل دي بقى عشان اكسب. يو بقى ليه اصلا اتزنق بسبب اللون هموف ديت؟ ولا انت بتضحك عليا ولا ايه؟ انا عمري ما هخليك تكسب، عمري ما هخليك تكسب. يا رب بقى ما يدخلهاش، يا رب. الحمد لله. ايوه هي وقفت. يا رب بقى ادخله لونها موف ديت. تمام جدا، احاول اغلبه بس. لا هخسر. معلش يا ماكن، في مشكلة مع النت، ف ما نعمل براكتس اوفلاين وخلاص. يا لهوي على الهدف العالمي. على فكرة ده مش جيم عادي، ده تمرين. انا بس بتمرن شوية لغاية ما النت يجي. خسرت.
ما بعمل كده خلاص، ده تمرين اصلا. فخلوا بالكم يا جماعة، ده تمرين، ده تمرين. حاول اجيب هدف عالمي بدي. ما تعملهاش لو سمحت. لا بيقول لي فوق دماغك. ياسين مش بخلص على عليه هو ده. قال لي فوق دماغك يا ماما، ده قال لي فوق دماغك. شيل ياسين قفل ده على الترابيزة. يا لهوي على الهدف العالمي اللي انا مدخله. اوف بصوا، ده مرة المنافس بتاعي عمل فيا كده اصلا. هطلع بقى السودة. ما نخرج بقى.
نلعب بقى جيم حقيقي. صفر الواحد وعشرين. ابو محمد ايه ده؟ منين؟ هو يفهم عربي الواد ده ولا لا؟ هو تركي بس هو باين عليه فاهم عربي اصلا. بدأ الدور على أبو محمد. يا لهوي ناديني لولا. شوف الكيو بتاعته ايه، اللين بتاعها وحش طبعا. مالكش دعوة. وانت بجد بسببك الفيديو بيبوظ، صوتك بيتسجل فيه وده وحش، ده هيخلي الفيديو وحش، فهمت؟ منشوف. فضل لي 3 كور واكسب. تمام. ايه ده، هما كام كرة دخلوا؟ 2.
هتلاقي اتزنقص. والفوز والفوز والفوز. ما ننتهي من الاد بريك ده وندخل تاني على الايد بول بول. صورتي بتاعت الافطار فريند ديت يعني مش اقصد يعني مش هي دي صورتي الاساسية. صورتي وانا صغير مش صورتي وانا كده يعني مش صورتي وانا في السن ده. لما نشوف بقى ايه المشكلة في النت. ما نلعب بقى بتاع تاني براكتس اوفلاين. ما نلعب براكتس اوفلاين تاني. بس في البراكتس اوف لاين لو انت بتلعب بالكويك فاير مود وانت لما بتدخل السودا مش بتخسر ولا بتفوز اصلا. هو بيقول لك هنا بتدخل اقصى كور قبل ما الوقت يفوتك، قصدي قبل ما الوقت يخلص.
من النت نمشي نخرج معاك انا من النت نلعب. منين؟ وهندي طبعا. هندي كان اغلب الناس اللي بلعبهم دول من هند، من الهند اصلا. اغلب الناس اللي انا بلعبهم من الهند. ايوه الاهداف العالمية دي اللي انا بدخلها. وده انا اقدر ادخل دي بالذات اصلا، قصدي لا ما اقدرش ادخلها. ايوان 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 لا ما اقدرش. يا هو اللي على الدور. انت عاوز تبقى سترايبت يا رج؟ ماشي، ادي غلبني 3-0 اهو. تخلص بقى يا روج. ببلع بقى.
واحد تاني اسمه عمار، ترى هو منين؟ هندي؟ ما كسبش ولا بطولة وكسب كاس التنين. الحمد لله أخيرا. يا رب بغلبه. لا معلش بقى،
ما انا شطت السودا كده اصلا وما جت ودخلت هي والبيضة. انا والله ما بقيتش كويس في اللعبة والله. تخلص شكرا. خلاص كده بشوفكم الفيديو اللي بعده. سلام.